السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم مضيعات الوقت اللي كتمثل في عدم الانضباط الذاتي، كنتركو مهام اللي كنخليوها بلا ما ننجزوها، التليفون، الانترنت اللي كياخذ منا الوقت كبير، التنظيم الشخصي اللي ما كيكونش نهائيا بالنسبه لنا، عمرنا ما كنديروا جداول، عمرنا ما كنديروا التخطيط، وما نساوش باننا كنقوموا بامور عديده في نفس الوقت، والتكاسل، وان الواحد ما كيبغي يدير حتى شي حاجه، وبعض المرات كنحشموا اننا نقولوا للاخرين، وكنشغلوا كثير باراء الاخرين بينا. فباش نخرجوا من هاد الدوامه هذا، خاصنا نضمو وقتنا، خاصنا نفكروا في اهدافنا، نديروا الرساله ديالنا في هذه الحياه، نديروا الادوار ديالنا اللي جينا من اجلها في هذه الحياه، ونستفوهم، ونحاولوا اننا نخطوا حياتنا، نحددوا اهدافنا، ونحددوا اهداف لكل دور ديالنا في هذه الحياه. وما نساوش اننا ننظموا الوقت ديالنا باننا نوضع واحد الجداول اللي هي كتكون اسبوعيه، واللي كتضم مجموعه ديال الاهداف الضروريه، ونعطيوها الاولويات، يعني المهم الاهم، ونحاولوا ننفذوها، ونحاولوا اننا نوضعوا خطه عمل باش تنفذ، وفي لافان دي كونت نشوفوا في نهايه الاسبوع واش داكشي اللي حنا خططنا ليه واش وصلنا ليه اولا ما وصلنا ليهش. هذه هي الخطوات اللي يمكننا ننظموا بها وقتنا، واللي يمكننا نضبطوا بها وننجحوا بها في حياتنا. فما فشاش الوقت، حاول انك تحذف داك مضيعات الوقت، ونتمنى لكم وقت جميل معنا في تتبع الفيديو. في امان الله.